فيفي عبده من الراقصات المثيرات للجدل دايماً في مصر، وليها مواقف كتير غريبة وحكايات وحواديت أغرب. ومن ضمن القصص دي قصة حبها مع شاب هندي مهراجة كبير وسفرها معاه الهند وكتبها عليه بأنها ست مليونيرة زيه، والمفاجأة اللي عملها لها بأنه جه مصر علشان يتجوزها. فلو عاوزين تعرفوا أغرب قصة حب في حياة فيفي عبده، وهل اتجوزت الهند وجاب لها فيه المهر ولا لا، وازاي الحكاية انتهت، تابعوا الفيديو ده. هلا 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 وياختي اسم الله. النهاردة معانا نجمة الرقص الشرقي الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صاحبة المواقف والحكايات الغريبة والعجيبة، خصوصا لما كانت لسه صغيرة وبتبدأ طريق الشهرة والنجومية في أول السلم ومش معروفة قوي. وفي بداية دخولها الوسط الفني اتعرضت فيفي عبده لقصة كانت هتغير مسار حياتها تماما، من سكة الفن لسكة الجواز والقعدة، بس مش في البيت، القعدة في القصر، لأنها حبت شاب هندي وسيم على حسب كلامها، وكان الشاب الهندي ده مهراجة كبير وغني جدا، فلو فيفي عبده طلبت لبن العصفور كان بيجيبه. الحكاية بدأت في لندن لما كانت فيفي عبده مسافرة هناك بتقضي مصلحة خاصة بشغلها، وشافها هناك شاب هندي حسب كلامها خلال استضافتها في برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني. فقالت ساعتها: أول ما شافني الشاب الهندي وكنت في لندن قال لي أنت مصرية؟ قلت له أيوة، وقال لي أنت ملكة لأني طويلة. وهو كان بيقرأ كلام بالعربي من القاموس علشان يعرف يتفاهم معايا، وفضلت علاقتنا مستمرة ببعض وزي السمنة على العسل. وبتحكي فيفي عبده اللي حصل في البرنامج، وقالت: عزمني أني أسافر معاه نروح بلدهم الهند، وبالفعل سافرت، واكتشفت لما رحت أنه غني جدا وبيتمتع بمستوى مادي عالي قوي، وكنت بركب معاه العربية، وأول ما كان بيشوف أي بقرة ماشية في الشارع كان بيقف بالعربية احتراما للبقرة، وما كنتش أعرف ليه، وكان بيلبس ملابس نفس لون العربية، كان باشا من الآخر. بس واضح أن فيفي شكلها ما كانتش تعرف أنه بيعبد بقر. فيفي عبده كملت الحدوتة وقالت كمان: كل حاجة كنت بشوفها كنت بقوله عندي شبهها في مصر، والكلام ده طبعا ما كانش حقيقي لأني ما كنتش غنية وقتها، وكنت ساكنة في بيت عادي في الدور الخامس. المفاجأة بقى أن الشاب الهندي ده اتصل عليها في يوم من الأيام من لندن، وقال لها أنه عامل لها مفاجأة حلوة وأنه جاي على مصر علشان يشوفها. فيفي عبده ضربت أخماس في أسداس وما بقتش عارفة تعمل إيه، لأنها كانت مفهمة أنها مليونيرة زيه بالظبط. وساعتها راحت فيفي عبده أجرت فيلا كبيرة واستقبلته في المطار، وهي راجعة معاه من المطار نسيت عنوان الفيلا، وفين وفين لما افتكرت، وراحوا فعلا هناك علشان يقعد ويرتاح. بس الفيلا ما عجبتش المهراجة الهندي، واكتشف ان فيفي عبده كانت بتشتغله، وبعد ما كشف كذبها سامحها لانه كان بيحبها ومرضيش يحرجها، وراح قعد معاها في بيت اهلها القديم. وبعد فتره من العلاقه طلب الشاب الهندي ايد فيفي عبده للجواز من اهلها، لكن الجوازه ما حصلتش لان ابوها في التوقيت ده كان رحل عن الحياه، وساب لفيفي كوم عيال اخواتها علشان كان لازم تراعيهم وتصرف عليهم. وفي النهايه تفتكروا لو فيفي عبده كانت اتجوزت الشاب الهندي المهراجه ده كان هيبقى مصيرها ايه بالظبط؟